بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ الشيخ أوليزا تولي الصوم وقال درس اليوبيت. نعم، ماذا أخذنا؟ نعم أوقف، ماذا أخذنا؟ وهي أخذنا محتوى هذا المتن المبارك، المسائل الأربع. ها، نعم أليس قمنا تمشكوا زل محتويات أو مامبو مبايو يبيبنا kitabu hiki ambayo ni masail matano ikiwemo ni zile masail arba'a na masail thalatha ambayo masail arba'a imechanganya na alilmu wal amali wad da'a was sabr. Naam, akhadhna fi ad-dars al-madi aqsam ad-du'a. Kadhalika tumezungumzia vigawanyo vya tauhid na vigawanyo vya du'a. ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نسمع يقول دعاء من جوانيكا سهم بيلي كنا دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقلنا دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر. نسمع يقول دعاء أمرني عبادة ويجميزك واسك الله نشرك كبر. كمن صلى وصام وحج لغير الله. كما يلي علي صالي علي فونغا أو حجة واسك الله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين. ندعاء مسألة من جوانيكا سهم بيل فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. وجامب أمبالو حكونا وزالو كمبا أمتو منجا اسبكو الله باسي كلفانيا أو كيوم بدعيه كواسيكو الله نشرك كبر. وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بشروط أربعة. نا الحمد لله قلنا يصح بشروط أربعة. نعم بس ما يفا وما شرط منه أن يكون حي أو يكو حي وحاضر ذلك يكو قريب أو يكو بالي بالي وقادر نويزو وتعتقد أنه سبب نكو يتقيد يكون بني مجرد سبب. وذكرنا أن مثل الدعاء الاستعانة كتاجا مفانو ودعاء نكتاك مساعدة بلي بلي والاستعاذة نا كذلك كتاكا كينغا والشفاعة نا شفاعة كذلك. نعم أيضا ذكرنا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب كذلك تكتاج في جوان وواتو يسؤال لك يتقيد سباب قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا جوان كموجة ونيتقيد يا لله ليجعليكم من سباب كوني سباب. وقلنا هذا صحيح وعلى هذا أهل السنة والجماعة قسم هي نساء ونور رمسمام وأهل السنة والجماعة. وجعل الله سبحانه وتعالى لنا الأسباب تنقسم إلى أقسام، أسباب شرعية كالرقي الشرعي وأسباب حسية كالدواء. تقسم أقوم بشرية ما يكتوكيها كون يفقوان وفسباب كون كسباب تك شرعية كما رقية أو زنقوه نا كون سباب أم بيقوم من يحسية watu waiona wamefanya tajruba kama dawa. Wa idha i'taqad wa ja'al ma lam yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala sabab sababa fa hadha shirk asghar. Ikiwa mtu ameitakidi kufanya jambo ambalo Allah hakuliweka ni sababu kama ni sababu, hiyo itakuwa ni shirki ndogo. Wa idha i'taqad anna as-sabab huwa al-mu'athir bi dhati fa hadha huwa ash-shirk al-akbar li sallallahu alayhi wasallam. Na law taitaqid kwamba ile sababu yenyewe ina taathiri ina uwezo ina nguvu, hiyo itakuwa ni shirku akbar. Naam, aidan indana al-khawf yanqasim ila thalathati aqsam. Kadhalika katika ibada ni khawf, khawf imegawanyika sehemu tatu. Khawf عبادة وتعظيم وسر. كنا خوف أمبايو عبادة نا كتكوزا نسر كويولي أمبايو نموغوب صرف لغير الله شرك أكبر. هيني كو يجميزا كو أسيكو الله نشرك أكبر. القسم الثاني من الخوف خوف طبيعي جائز جبلي لا يلام عليه العبد. قسم يفيلي كتك خوف خوف أمبايو نيا كويدا نا هيو هكونا متو من يكو لوميوا يعني خوف يا كويدا.
كالخوف من اللصوص من قطاع الطريق الخوف من الأسد مثلا كما كوغوبا ويزي مجمبازي أو كوغوبا سيمبا القسم الثالث من الخوف خوف محرم هنا قسم يتاتو كتك خوف خوف أمبايو ني حرام وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق ننيلي خوف أمبايو هم بلقيا مجا كتتمان رحمة الله أو كذلك كتتمان الله سبحانه وتعالى أو كمشركش من يزيم سبحانه وتعالى مرة أخرى الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام مرة نجيني خوف ميغوانيكا سيموتاتو خوف عبادة وتعظيم وسر صرف لغير الله شرك أكبر هنا خوف أمبايو عبادة نا كذلك يكو سرا أمبايو خوفه نخوف يا يولي كموغوبا يولي معبود نكو يجميزا كواسيكو الله نشرك أكبر وخوف طبيعي قلنا جائز هنا خوف يا كويدا نهي يفا وخوف محرم وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق نا كنا خوف أمبايو هو ني حرام ننيلي خوف يكوك تتما رحمة الله سبحانه وتعالى أو كتوع كيومبي كتك جامب اللي حرميش من يزمك سبحانه وتعالى وفي معصية الخالق ومعاصي الله سبحانه وتعالى ككم وقوب نعم أيضا الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام كذلك كتنجا ومجوانيكا سهمتات ذبح لله هنا كتنجا كواجيلي الله الهدي وأضاحي وعقيقة وصدقات كما هدي أو أضحية كذلك عقيقة متو اللي زلي ونمتوتو أو صدقة نعم الثاني من الذبح ذبح لغير الله محبة وتعظيما ما نوى يبيلي كتنجا ني كتنجا كواسيكو الله كوكوبين أنا كتقوزا يولي ونمتنجيا فهذا الشرك أكبر إيوني الشرك كوبا الثالث ذبح جائز يتاتو كتنجا أمباكو كفا مثل يذبح الشاة حتى يأكل منها كما تنجا مبوزي تماني كولا نجا مبوزي وكتنجا أولي أو تاجر مثلا يتاجر في اللحوم جزار مثلا أو فني بيشارة أمباي بيشارة يكن يا في تنجا فنياما فهذه أقسام الذبح ثلاثة إيفون دو فيجوانيو فكوتينجا أمبابو فيتاتو ذبح لله كوتينجا كواجيلي الله كالهدي والأضاحي كما هدي أو أضاحي الثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيم شرك أكبر يبيلني كوتينجا أمباكو أتينجا كواجيلي ونمتنجيا ومبيندا نكوجي كوروبيسا كموغوبا هيو نشرك أكبر كالذبح للجن أو لأصحاب القبور كما كوتينجا وأتينجا مجيني أو أتوني مكابور يعني وني كوعبود مكابور نعم والثالث قلنا من الذبح ذبح جائز يتاتو كتك كوتينجا تمسيما نكتينجا أمباكو كنفا ذبح للأكل أو للتجارة مثلا كما كوتينجا كولا أو فني بيشارة نعم كذلك عندنا النذر ينقسم إلى قسمين نذر لله ونذر لغير الله بلا بلا كتك عبادة نذيري نذيري كنا نذيري يا الله سبحانه وتعالى كنا نذيري كواسيكو الله نعم الله أعلم نكتفي بهذا المقدار غدا إن شاء الله تعالى يعني قبل الظهر الساعة 10 نبدأ بإذن الله تعالى والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم إن شاء الله تماليزيك وعافاً